الفيلم ديال كورسا، سلينة الصور ديالو، الأنسان المونتاج، الموسيقى هو في اللمسات الأخيرة. والفيلم فيلم كوميدي اجتماعي، احنا فرحانين لأن درنا عمل زوين وعمل مغربي، يعني اللي الأسرة المغربية كتشوف فيه راسها. اجتهدنا فيه وإن شاء الله خروج القاعات. اختار المونتاج أنه يخرجوا يوم 8 مارس تكريما لكل النساء المغربيات، يعني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ومن ثم يمشي للقاعات. كورسا هي الفكره ديال واحد السائق اللي كيدي واحد الكورسا من مراكش حتى لتطوان. طبعا كورسا ماشي كورسا عاديه، هي كورسا ديال هو شيفور ديال سيارات نقل اموات المسلمين. والكورسا اللي غادي يدي من مراكش هي حتى لتطوان هي واحد الجثه ديال واحد المرحوم، وانا الزوجه ديالو اللي كنرافقو في الطريق، وتيوقعوا لنا واحد المجموعه ديال الاحداث في الطريق، وحنا مزروبين خصنا نوصلوا السيد في الحين يعني كتطور الاحداث وهذا. وحنا على مشارف مدينه تطوان كنكتشفوا بان ماشي مرحوم هو السيد، غير كان مريض كوما يعني وباقي فيه الحياه. ويعني وكت الاحداث كتشابك، والرساله من الفيلم رغم اننا كنحكيوا احنا في قالب كوميدي اجتماعي، ولكن العلاقه من بين الاولاد والوالدين هي علاقه اللي خاصنا دائما نتهلاو في الوالدين ديالنا، وبانهم يعني نبقاو معاهم على خير وبخير حتى نوصلهم للمكان ديالنا.